شوفوا دخلت لقيت واحد التعليق، واحد السيده ولا مع السيد كتقول ردوا البال من الاعشاب وما تاخذوش شي حاجه الا ما دخلتوش قريتوا عليها ولا صوتوا عليها الطبيب. مزيان، فكره مزيانه، ولكن باش انك تحط لهم الاعشاب وتقول لي فالبنات عايزين تقاسم معكم انا تجربتي كيفاش دخلت لهذا الشيء ديال الاعشاب ودرت فيه التخصص. كنت انا مريضه بالسياتيك، السياتيك ديال البرد، ما خليت ما درت ليه بدون فائده. طب كل هما اللي كانوا عندنا في هذيك البلاصه اللي كنت ساكنه فيها درت عليهم، ما كاينش شي فائده. كديري درت الراديويات، درت كل شيء، ما كاينش داكشي، ما لقيتش ليه الدواء. الادويه كلها يعطوها ليا بدون فائده. يلا كيكالميو ليا الالم ديك الساعه اللي كيكون فيا، اللي كيكون عندي داك الحرق، من بعد كدوز واحد الفتره كيرجع داكشي كما كانوا كثر، ما لقيتش ليه الحل. كنعاود نرجع عند داك الطبيب تيقول لي عادي ديري الدواء تاعك وصافي. واش هو الدواء؟ هو داك الكورتيكويد. كاع الناس اللي عندهم مشكل السيتيك عادي يكون عارفينه، يعني مسكينات وصافي. ما خليت البنات، ما خليتش حتى شي طبيب كنسمع به ولا شي طبيبه كنمشي نشافي عندها. كان عندي انا السياتيك ديال البرد، وين عرفت السياتيك ديال البرد حتى درت هادشي ديال الاعشاب. اما في الاول عندهم هما السياتيك كلشي بحال. المهم الناس اللي مرضين بهذا المرض هذا الله يشافي الجميع، راه عاد يعرفوا الان، يعني يعرفوا المعاناه ديال هذا المرض اللي صعيب الصراحة، صعيب. عاد حتى تكوني بصحتك ما بيك، ما عليك حتى تكونسي في البلاصة على أقلها حاجة تقدر تكونسي تفكسي، ما بقيت قدت تقعدي، ما بقيت قدت تنوضي. إلا تحركتي بحال ضربك الضوء زعما واحد الألم، الله يشافي كل مريض. ما خليت البنات حتى غير بالصدفة جربت الأعشاب، هما اللي حلوا لي هذا المشكل. عاد راه بحال كنت نكذب، وخديتهم غير ما كنتش مقتنعه بهم 100%، غير كشي واحد لي صافي دخل واحد البلاصه وما باقيش لقى لها الحل، بحال شي واحد يعني بدا تيغرق وصافي ما باقي لقى الحل والو. اي حاجه كتعطى ليه كيولي يديرها، ما عندوش باقي الغرض. هذاك هو الوضع اللي كان عندي ديك الساعه، وهذاك هو اللي كيف كنت انا في هذيك الفطره. منين تعطوني هذوك الاعشاب استعملتهم الصراحه ما قلتش راه عادي يجيب ربي عليهم العفو، كانوا هما السبب ديال العلاج ديالي. ومن تما بدا جاتني الفكره تاع انني ندخل في هادشي تاع الاعشاب ونقرا عليهم ونفهم الاعشاب اللي حنا انا بعدا عقلت على جداتي العشوب ما كانوش كيخطاوها. الوالده ديالي حتى هي العشوب ولكن ماشي بزاف، جده هي اللي كنت نعقل عليها العشوب ما كيخطاوهاش. اي حاجه مرطبها كتعالجك هي بالعشوب، ولكن ما استمريناش حنا على داكشي. فمنين جاب صدر ربي العفو على هذوك العشوب اللي خديت في هذيك الفتره، صافي خديت القرار دوب نقرا عليهم ونتخصص فيهم. فراه العشوب كنز كبير بزاف تيخصنا نعرفوا لهم القياس وما نتناولوهمش بواحد، لان دور العشوب ما كيجيوش ويعالجوك. العشوب كتمشي معاهم دقه، العشوب كيحلوا لك المشكل من الجذر ديالو، ماشي بحال الادويه ديال الصيدليه. الصيدليه كتعطيك غير مسكنات، حتى هما راه كيخدموا بالعشوب هذوك الادويه تاعتهم، ولكن كيدخلوا عليهم مواد اخرين اللي كيقتلوهم وكيوليو ضارين اكثر ما هما نافعين. بحال كي كيوقع دابا اي مثلا بسيط، واش القمح هو الدقيق البيض هو الدقيق الفورس؟ كاين فرق كبير. داك الدقيق الفورس قعدوا يديروا فيه يعاودوا فيه تحيدوا منه جميع الفوائد، خلو فيه غير الشكل انه دقيق ابيض. وتيدير لنا مشاكل بزاف في المصارم ديالنا، لان ما عنده باقي حتى شي، ماشي حرش ماشي حتى حاجه، كيتبد لينا في مصارنا كيدير لنا مشاكل كثير. هذا على سموه السم القاتل، لانه هو كيدمر لك المصارم والمصار. راه هكاك الادويه تاع الصيدليه. انا بعدا انا كنهضر على رايي الخاص، الادويه ديال الصيدليه انا كلها كتبان لي بحال دقيق الفرس، كتقد لك واحد البلاصه وتضرب لك بلايص اخرى وما كيحلش لك المشكل من الاساس. انا من خلال التجربه ديالي. فراي العشوب شي حاجه زوينه بزاف، هي ناخذ عليهم فكره ونجمع معلومات عليهم مزيانه، ولكن باش اننا نقولوا لا راه العشوب
راه سامين سامين في حاله وحده الا كنا كنتعاملوا معاهم بشكل عشوائي، لان العشوب راه سيف ذو حدين، يعني الا خديناهم بالقياس ديالهم وكانوا كنعرفوا كيفاش نستعملوهم راه نافعين 100%. الا كنا كنتعاملوا معاهم بتهور وما عارفين شنو قياسهم وكنتعاملوا معاهم بعشوائيه وباستخفاف من طبيعه الحال، راه كي تنقول سيف ذو حدين، لان هي النبته كتاخذها من باقي يعني المكونات تاعها كلها وما فيها، يعني تنتعاملوا معها بحذر، كناخذوا غير القياس يعني اقل كميه ممكنه منهم، ضروري كنقصوا من الملح وكنقصوا من السكر، وربي كيشافي كل مريض والحمد لله كيقدوا لك زعما الجسم تاعك من داك الشيء هاك. فما يجيش واحد يبقى تيقول لك لا الاعشاب الاعشاب هما باش كيت من نهار خلق ابونا ادم عليه السلام، والاعشاب الناس كتعامل بالاعشاب باش كانوا كيداو قبل. انا بعد الدوات الفرماس كان خطان ما نكذبش عليكم، ما بقاش كنستعمل شي حاجه الدوات الفرماس، كان كتقولي لا مرت لا مرت كندير الاعشاب، درني راسي في هذاك كسميتو كنمشي كنعس كنعاود نفيق كنفيق بخير وما نشربش شي حاجه تاع الدواء، كنعتبرها انا سموم بيضاء. صراحة الدواء انا مابقيتش كنستعملو، كنهرب منه قدر الامكان، لان انا من يوم اللي كنشرب الدواء ديال الفرماسين ذاتي كتهبط، يعني كنحس بيه كيدخل عليا، يعني انا ما كنبقاش يوافقني دواء الفرماسين اختي، انا كنستعمل دابا العشوب، هذه الحقيقه. وانا كنحترم الراي ديالك، الا انت عندك العشوب خطر والدواء الفرماسيان مزيان الله يسخر لك، كل الذات ديالو راه من الاولويات اننا نتصنتو لذاتنا، شنو اللي كتبغي وشنو ما كتبغي، راه حتى في الماكله تاعتنا ناكل واحد الحاجه وتضرني نبعد عليها، ناكلها وتوافقني تعطيني، يعني ملي كناكل واحد الوجبه وكنحس براسي كتعطيني الطاقه والحيويه وكتخليني ناشطه واكتيف، اه مزيانه هذيك صالحه ليا انايا. اما ناكلها ونحس بها رخاتني وجابت لي النعاس وتنحس بعدا من كلشي هابط للارض، هذيك ما صالحاش ليا نبعد منها. صافي دائما نتعامل مع الجسم تاعي بهذه الطريقه، خديت واحد الحاجه نتسنك لذاتي شنو قالت، عطاتني واحد الطاقه واحد الحيويه مزيان الله يسخر، شربت واحد المشروب ولقيتو حل لي المشكل ديال واحد العضو كان عندي فيه المشكل مزيان نستمر عليه، لقيت بالعكس ما عطاني حتى شي فائده وحسيت براسي بان راه سرع لي الضربات القلب تاعي ولا طلع لي الضغط حتى نحس به ودني كيصوت وداكشي، صافي نبعد عليه مصلحش ليا، وهكا كنبقاو غاديين مع الجسم تاعنا بهذه الطريقه. راه دائما تصنتو لذاتنا شنو كتقول، ملي كتكون عندك هذاك التواصل مع الجسم ديالك راه صافي مابقاش عندك المشكل، كتجربي واحد الحاجه مثلا انا جيت قلت لك اختي القهوه مع الصباح زوينه الكحله وداكشي، ولكن راه ماشي كل الناس عتوافقهم، كاين اللي تضر في المعده، كاين اللي تسرع ليه ضربات القلب، كله كيدير ليه الله. كناخذ النوبه الاولى ناخذ واحد الكويس لقيتو ما صلحش ليا ما نعاودوش، صافي كنبقاو غاديين هكا. من طبيعة الحال ملي كنقولو القهوة راه كنقولوها بلا سكر بلا سكر، بتقولي الفوائد تاعها، الفوائد تاعها انا كتحبس لك باب المعدة ما كتخليكش عندك ديك الشراهة الماكلة مع الصباح، مابقيتش كنفطر، انا كنت نس من الناس المدمنين على الفطور، وما تقوليش ليا تهضري معايا شي حاجة لو ما فطرت، ملي لقيت هذاك الفطور ما كيوافقنيش، ملي لقيت ان الا ما فطرتش يكون حسن حيت الفطور، ما محتاجوش لشي اخصائي ولا شي واحد اللي يوريني انا في الجسم ديالي، انا الجسم ديالي اولى بانني نفهمو، هاديك الساعة نشوف حوايج اخرى، وانا اذا كنكون عايشة مع جسمي وما فاهمهاش كيفاش نفهم حوايج اخرين، نفهم جسمي هو الاولى، عاد هاديك الساعة ندوزو لحوايج اخرين. بديت القهوة لقيتها ما صالحاش ليا نحيدها، ما عنديش المشكل، نوض مع الصباح لقيت راسي باني لا فطرت تزيدني الطاقه والحيويه والنشاط وداكشي، واخا انني هادشي ما عادش تلقاي نفطر نشوف غير اش كناكل، خبيز ديال القمح لقيت راسي كناكل الفرصة تلقى عندي مشكل في المصل نحيدو، ندير خبيز تاع القمح ندير فيه واحد شويه ما نكثرش فيه باش ما يرخينيش، ومي لقيت البيضات بلديين يا سلام، ما لقيتهمش ناكل البيض الاخر تا هو مزيان، زويتات العود يا سلام،
بعيد على الحوايج اللي فيهم داك السكر المكرر، يعني كاع الحوايج الصناعيين بعيدي منهم حتى تلقى في جسمك. الا بغيتي ذاتك تكون هكا، نشربوا حاجه بلا سكر، قهيوه اتاي اللي كتشربي شربي، اللي كيوافقك انت شربي. جربتي راسك ما تنوضي مع الصباح ما تفطريش ولقيتيها مزيانه، لك دماغك كيخدم وداتك تخدم وكل شيء، والوزن تاعك تيبقى كيضعف، يعني كتحرقي الدهون. ما تفطريش، ما نفطرش اختي، ما نفطرش حتى 11 حتى 12 بخير وعلى خير، والله الا بخير وعلى خير. نحاول انني نزير راسي، ندير جوج بط في النهار بخير وعلى خير. راه ضروري كنتحكموا في راسنا غير شويه بشويه شويه بشويه. علاه الا اللي كيضرب خمسه الوجبات في النهار وتجي تقول ليه من دقه والحين دير جوج وجبات، راه ما يمكنش. راه تمشي دقه دقه، نص نزل الربعه، من الربعه ندير ثلاثه، ومن ثلاثه نوصل لجوج، كان بخير وعلى خير. دماغي ما كيبقاش خدام بعدايا في الماكله، ولان كل ساعه تاكلي وتترخي عليك عضامك، تترخي انت وما باقيش تقدري ديري والو. وتنزيدو في الماكله اللي كنكثروا حنا من الخبز، والخبز تيدير لنا مشاكل كثير. الخبز هو اللي كيمرض لنا مصران، لان ما بقاش داك القمح البيور اللي كان شحال هادي، كيمرض لنا مصران، كيطلع لنا السكر، كيدير لنا بزاف، يطلع لنا انسولين، كيدير لنا بزاف ديال المشاكل. باش ما نقصنا من العجينه يكون افضل. المسمنات انا كنت نموت على المسمن، حيدتو اختي، نهار حيدتو برات ليا المعده، نهار حيدتو ما بقيتش في الوزن تاعي كثيره، نهار حيدتو نصنطع ولا بخير. عمليه الامتصاص ولات عندي مزيانه بزاف د الحوايج، ومنين كنبارطاجيو معكم حوايج اللي كيزيدوا الوزن، راه كنقصدوا بهم الناس اللي كيعانيو من النحافه. بحال مثلا بحال النحافه، ملي كيكون عندك اختي في الطول تاعك متر وستين مثلا، متر وستين وكتنوزني 45، راه هنا عندك مشكل ديال النحافه، كتعاني من النحافه. انت خصنا الطول ديالنا متر وستين، نوزن 60، تجي مزيانه ويكون الجسم تاعك من داكشي. راه احسن انك تحافظي على واحد الجسم ملي تكوني رشيقه، ما تكونش اختي الكرش، ما يكونش اختي الجناب، ما يكونش هاد الدريعين قدام قداش، ما يكونش فخادك اختي كبارين وعامرين بالسيلوليت، عامرين بالدهون، فين غاديه؟ راه ملي كنقولوا ابراز المناطق الانثى، يعني ملي كتاخدي شي برودوي خاصك تخدمي الرياضه باش تحركي هذيك العضله، باش انها بين هذيك العضلات تكبر وتبرز تما عضله، ماشي دهون، ماشي الشحمه وعمره بالسيلوليت وكلك مثقبه، تيكون واحد المنظر اللي بشع. انت بنفسك ما يعجبكش الحال، فراه ملي كتكوني هازه واحد الكيلويات زايدين، راه هادشي اللي عاد يكون عندك، راه ما تكون عندك شي حاجه اخرى. هذا علاش ضروري من انك تتناولي شي حاجه، الا كنتي تعاني من النحافه ولا كان عندك نقص في المناطق الانثويه، كتناولي الا كنتي تتناولي شي منتوج، راه ضروري تدير الرياضه باش تحصلي على النتائج. راه ضروري من الرياضه، ضروري ثم ضروري. الرياضه كترجع لك الجسم تاعك، يا سلام. والاعشاب راه من خلق ابونا ادم، والناس كتعمل بالاعشاب، كنعرفوا مقياسهم ونعرفوا الطريقه. قياس هو ما نبالغوش، هي ما تكونش مبالغه في شي حاجه. الا يلا انا فهمت واحد العشبه وبقيتها صالحه لي وداكشي، راه كنستعملها بالقياس ديالها. اما باش لا ما تناولش الاعشاب، لا الاعشاب ضاري. الله اختي، منين جبتيها؟ فين عرفتيها؟ ايوا راه الاعشاب ماشي جداد، ومنا عقلنا على جدودنا هما كيديروا الاعشاب، كانت صحتهم بخير وعلى اخر. الامراض كثرت في هذا الوقت ديالنا. المهم كان هذا هو جوابي على صاحبه التعليق، كنتمنى يوصلها.